السلام عليكم متابعي المسلسل الأسطوري محمد الفاتح، أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الإعلان التاني الأسطوري للحلقة الـ 14. بس قبل ما ندخل بقى في حلقتنا النهاردة، يا ريت تتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بالحلقات الجديدة أول ما تنزل. ولو حابب تتابعني على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك هتلاقي اللينكات كلها في الديسكريبشن، وهتلاقي في الديسكريبشن وعلى القناة حلقات كتيرة جدا تخص المسلسل، حلقات خارجية عن تحليل الأحداث للشخصيات والمعارك والكلام ده، فيا ريت تاخد لفة كده في القناة هتلاقي اللي يعجبك بإذن الله. ويلا بينا نبدأ في حياتنا النهاردة. كعادة مسلسل محمد الفاتح، حلقة ورا حلقة بتبقى حلقات أسطورية. المسلسل قوي جدا، أقوى المسلسلات التاريخية اللي أنا شفتها حرفيا حتى الآن، لأن أنت عندك رتم 14 حلقة أو 13 حلقة، حلقات سريعة جدا، الأحداث فيها قوية جدا، المسلسل ما بيهداش لحظة، نفس النظام الاقتباس من التاريخ نقدر نقول 90% صحيح منه. فالمسلسل عالي جدا حرفيا كده. مقدمة كل حلقة إن أهلا بكم في الحلقة الأقوى، وكل كل حلقة بتبقى أقوى من اللي قبلها، دي ثابتة معايا في كل حلقات تحليل مسلسل محمد الفاتح. ده غير طبعا الأداء الرائع للممثلين، وخصوصا أداء الممثل لأي مدور محمد الفاتح، أداءه رائع جدا جدا، اللي هعمل حلقة مخصوص عنه، التطور الرهيب في أداءه بس بعد نهاية الموسم الأول، لأن هو قدم شخصية الحلقة الأولى وباقي الحلقات شخصية تانية تماما، وفي فرق واضح وهنتكلم عنه. طبعا هو العائق الوحيد ما بينه وما بين القسطنطينية هي قلعة ديمتريا، اللي هو أمر بيها في نهاية الحلقة 13 اللي فاتت، ان امر زانوس باشا مع شهاب الدين باشا مع قوات الاقنجي مع علي افرينوس ان هم يعملوا حصار للقلعة ويحاولوا يفتحوها، ولكن من الواضح جدا ان القلعة بتصمد وبشكل كبير، مما يؤدي ان زانوس بيكلم السلطان، بيخلي السلطان بيجي، ومش بس كده، لا ده عربان، لا مش عربان قصة بقى، مؤمن علي، يعني خلاص هو اسلم وغير اسمه وبيجيب معاه المدفع عشان خاطر ان هو يجربه على القلعة دي. فهنا عندك الحلقة دي هتبقى بمثابة فرحة كبيرة جدا للسلطان محمد الفاتح وأعوانه، وصدمة كبيرة جدا لجندرلي وأعوانه. هو مش بس هيفتح قلعة ديمتريا في مشاهد أسطورية ومشاهد أكشن رائعة جدا، من الواضح من الإعلان إن احنا هنشوف حلقة أسطورية أخرى، ولكنه هينجح إن هو هيجرب المدفع اللي المفروض فتح القسطنطينية هيتم بيه، أو اللي على أساسه هيتم فتح القسطنطينية. طبعا الناس مفكرة ان فتح القسطنطينية تم عن طريق المدافع فقط، لا ده الموضوع طلع اوسع بكتير جدا مما كنت انا اتخيل، وزي ما بقول لكم اكبر بكتير مما تتخيلوا. فعلا الحصار قعد ايام وايام، هنتكلم عنه باستفاضة الفترة اللي جاية ان شاء الله، ولكن نوعا ما نقدر نقول انها المدفع يعتبر جزء مهم او جزء كبير يعني من الفتح. هو بيجربه دلوقتي بقى ايه، يعمل تجارب زي ما حصل والانكشاريات بوظوا اللي هو مصطفى ولا اي حاجة من دي خالص، لا هو هيجربه في فتح كده قلعة عملي، هو قدامك، مش هنجربه في الفاضي في الهواء، لا هنجربه على القلعة، وبيتم تجربته وبيتم نجاح التجربة وبيتم فتح ديمتريا، وبيبقى بيتخلصوا من العائق الوحيد اللي امامهم بفتح القسطنطينية. وبكده خلاص اظن ان الحلقة الجاية هيعلن عن حصار القسطنطينية، ونشوف الحلقة 15 هو بدأ الحصار عشان نشاهد الفتح في بداية الموسم الثاني. على النظام على الجانب الداخلي من الدولة، الحروفية اللي بتتحاول تتغلغل وبتتسلسل كده موجود وبتتسلل داخل الدولة، ان هو شفنا في الاعلان الاول ان هو شاهين الحارس الشخصي بيتم اعدامه، وبنشوف في الاعلان الثاني ان جافت بيتم اعدامه برضه وبيخلص من خطر الحروفية. فكده هم ماشيين على التاريخ بالظبط، لان فعلا الحروفيين تم القضاء عليهم قبل فتح القسطنطينية. تم الاول القاضي خضر شلبي مع المفتي الملا، المفروض معهم كان جندرلي باشا ومعهم محمود باشا اللي لم يذكره حتى الان. انا مستغرب محمود باشا لحد دلوقتي ما ظهرش ليه، مع انه هيمسك صدر اعظم بعد زانوس باشا يعني في الاحداث، ولكن ده كله جاي معنا في السلاسل اللي احنا هنعملها، فانتظروا السلاسل دي. المهم ان هم بيقدموا الحجه للسلطان، والسلطان بيطير رقبه جافد وبيقدمه كمان، وكده يبقى خلصنا من الحروفيه، والحلقه ال15 هتبقى متمحوره كلها حوالين الحصار. فاحنا في انتظارنا حلقة حماسية
حماسيه وحلقه قويه جدا بجد، مش قادر اصبر ان انا اشوفها. بس ده كل اللي كان موجود في الاعلان. في انتظار طبعا الحلقه بقى، اظن مش هينزلوا اعلان تاني، هانت كلها ايام ونشوف الحلقه الاسطوريه من المسلسل الاسطوري محمد الفاتح. يا ريت تقول لي رايك في الكومنتات في الاعلان ايه، ومدى حماسك للحلقه القادمه. يا ريت تتاكد انك عامل لايك للحلقه عشان ده فعلا بيساعد، وتتاكد انك مشترك ومفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، لان فعلا الايام اللي جايه في الاجازه هنعمل سلسله اسطوريه انا بحضر لها، ويعني ان شاء الله قريب هعمل اعلان كده ايه اوريكم بقى ايه التحضيرات بتاعتها. اشوفكم في حلقه جديده باذن الله.